أهل بيت طهر من دنس وهم في الخلق أسباب النجاة، رؤساء الدين أقطاب الهدى ولهم في الحشر أسمى الدرجات. إن ما ذكر في مجلس كانت الأملاك فيه نازلات، وليمح كل ذنب عندنا، ارفعوا أصواتكم بالصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على محمد خاتم المرسلين، وعلى علي سيد الوصيين، وعلى آلهما الطيبين الطاهرين. السلام على من الأئمة من ذريته، السلام على من يستجاب الدعاء تحت قبته، السلام على من الشفاء في تربته، والحمد لله الذي جعلنا من أنصاره وشيعته، السلام على من اسمه مكتوب على صاك العرش، الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة، السلام على صاحب الزمان القائم بالحق الطالب بدم المقتول بكربلاء، السلام على الإمام القائد السيد موسى الصادر، صاحبي السماحة والفضيلة الأخوة الحسينيون الأخوات الزينبيات، أهلنا الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، صدق الله العلي العظيم. خير بداية آيات من كتاب الله، آيات من كتاب الله الخالد، يتلوها على مسامعنا الأخ القارئ علي حجازي، فليتفضل مصحوبا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. تعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة بالصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتصيبوا قوما بجهالة
فاسبقوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا
خيرا منهن. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. صدق الله العلي العظيم. أفلح من أعاد الصلاة على محمد وآل محمد.